بسمة. قصدك البت بسمة بنت ام بسمة؟ هي. فهمت. هو انت عاوز تقضي يا باشا؟ طب بص يا فخر، من اجل ان انت تضيف بلدنا انت والباشا وتضيف بلدنا سلطان، انا هعمل معاك فوق الصح. لو عاوز تقضي فكك من ام بسمة دي خالص، ومعايا ليك اصطفى حاجه كده، انما ايه؟ قولناش تخلص يالا وتقول البيت في ايه. خلاص يا عم الشوح، ما تزقش واهدى على نفسك كده. ترى حارة قدام على البيت اللي على الشمال، هتلاقيه في وش. هو ده البيت. يلا. لا انا هستنى هنا، اصل انا ماليش في الحوار ده. هعمل كام مكالمه كده واستناك. طب مش هتاخر عليك. السلام عليكم. عليه وعلى الاشكال اللي من طنطو، انتوا متبقنا ولا ايه؟ مفيش وراكو غيرنا، داهيه تاخدكو، ما جاش من وراكو الا الوكسه الهي تتوكسو. اتكل على الله اللي خرم لك وشك. طب قلبك ابيض، هما كلمتين وهمشي على طول. ماشي، ادخل اطرش البقين، الماء مقطوعه، مفيش حاجه تشرب. بنت يا بسمه، واحد عايز. أؤمر. انتي بسمة؟ طب اقعدي. امتى اخر مرة شفتي فيها هشام؟ وده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ ما كنتش يعني اعرف ان اخو هشام شغال في المباحث. مباحث؟ يا لهوي! ياما لما ترموا ودنك بينضفيها. انا بتارية. نقي كلامك يا بت، جبتتي متلبشة. اكتمي بقى. اخر مرة شفتي فيها جوزك امتى؟ من كتير يا عينيا. ولو عايز تفتش البيت يا حبيبي فتش زي اللي قبلك. هو في حد جه قبلي وسأل عليه؟ إلهي تتهري مصارينهم. من يجي أسبوع. مين؟ شوف أنت بقى، لما حد يجي بيتك عايز يضربك هيبقى عندك وقت تتساير معاه وتسأله اسمك إيه؟ وانتي بتشتغلي ايه بالظبط؟ موديلز في التلفزيون. يعني اخوك متجوز البت اديله سنه وزياده، ما شفناكش يعني، ولما يغطس تقب زي القضا المستعجل وتيجي تسال عليه. هو الشبح كان مخفي فين؟ كنت في السجن. رد سجون يعني؟ يعني من الاخر كده ما تعرفوش عنه حاجه. ولا عايز اعرف. اخوك ده يا حبيبي ما بيعملش حاجه في حياته غير يلبسني المصايب ويطلع هو. حتى اخيرا مصيبه الواد ابنه ما هنش عليه حتى يعمله شهاده ميلاد. ابنه؟ ماشي ماشي ماشي. سلام. يعني انت ما كنتش تعرف ان اخوك مخلف؟ رحيم! لما رحت طعمت الواد حتى. رحيم!
الرحيم يا رحمن يا رحيم. جايين عشان كنتوا جايين عشان انا. خليكوا زي ما انتوا، مش هيحصل لكم اي حاجه. نبي مالوش ذنب، وحياه هشام اخوك، والنبي ربنا يخليك يا ابني مالوش ما ينفعش. أيوة خليك مكانك، ما تتحركش، أنا جاي لك حالا. هو إيه اللي جاي حالا؟ خدي بقى تاكسي وروحي المنطقة كمان؟ معلش في مشكلة في الشغل يا حبيبتي لازم أحلها. بحبك. Yes.
هنا، انت هنا يا رحيم. شاطر بألف. شبورة ورا الراجل ده هتلاقي شركة توصلك التاكسي. استنى هنا، انت مين يا بنت؟ مش هقول لك رحيم بيه. لحد دلوقتي ما قلتليش انت مين؟ عملت معايا كده ليه؟ رد الجميل واجب يا رحيم بيه. جميل؟ جميل ايه؟ انا عملت معاك جميل امتى؟ انت لا يمكن هتفتكره، لكن انا بقى جميلك ده ما فارقنيش بقاله 15 سنه. قتب وطالع لي بين كتافي بعد عنك. بس انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك قبل كده. الدنيا تلاقي اديك شفتني يا سيدي. عشان اريحك ودماغك ما توديش وتجيب، من 15 سنه كنت انت ورجالتك في مصلحه في ليبيا. واحد من رجالتك اتذبح هناك قدام عينيكوا، وكل اللي معاك قالوا لك نرجع، نسيبه مرمي في الجبل، هيبقى حمل، هيطرونا. انت الوحيد اللي ما رضيتش وشلت جتته على كتفك وراسه على كتفك، وصلت بيه لغايه هنا ودفنت وسط حضن امه وابوه. يبقى قتب ولا مش قتب؟ انت زين اخو اشرف العافية. اوه انا زين اخو اشرف العافية. اظن كده بقى الجميل اترد، وعلى الاقل دلوقتي اقدر امشي رافع راسي قدام اخواتي البنات. حتى طب يلا تعالى معانا قبل ما حد يجي. لا 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 قلت ايه؟ انت وسعت منك، انت فهمتني غلط. انت كان ليك عندي جميل، والجميل انا ما ردتهولك، ولحد كده واستوب. وما تاخذنيش انت زي اخوك الكبير، انا اسف يعني. سكتك غير سكتي. عندك حق، بس نسير الحي. لا لا، اذا فضل حي عشان يفضل حي، لا يظلم ولا يفتري ولا يقهر مهما كان عافي وقوي. دايما خلي الجملتين دول في دماغك يا رحيم بيه. لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري. كل ما تنسى الجملتين دول افتكر اشرف. الجد على الكتف والدماغ على الكف. يلا